السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي المشاهدين متابعي قناة أحمد شايف تك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد سأشرح فيه طريقة تعريب هذه اللعبة The Evil Within. نقوم بعمل إنر هان كالعادة، ثم ندخل على الملتيمان، نضغط دائرة فايل مراجر اس 3 روت، بعد ذلك ديف اش دي دي يو اس بي فلاش يو اس بي، ثم نقوم بنسخ هذا الملف. سأترك لكم الرابط في التعليقات. سنقوم بنسخه، نعمل كوبي ثم نضعه في مجلد اللعبة game، ثم نقوم بلصقه هنا باست. بعد ذلك نقوم بغلق الملتيمان، نذهب إلى انستال باكاج فايل، ثم انستال انستالاسيون فيشي باكاج، ثم نختار هذا الملف. سأترك لكم الرابط في الوصف تحت الفيديو أو في التعليقات. نخرج بعد ذلك، ثم نذهب مرة أخرى للمتيمان، نضغط إكس على اللعبة، نذهب إلى القرص ثم نضغط إكس. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة، نسيت أن أذكركم بأن الترجمة يجب أن لإظهار الترجمة يجب أن ندخل هنا خيارات، ثم هنا ترجمة نضغط إظهار هنا.